في شمال شرق المملكة المغربية وتحديداً في مدينة مكناس، في عدد كبير من البوابات القديمة من عصور ممالك العصور السحيقة، وساحات شعبية وتاريخية وأماكن كتير مثيرة للانتباه جوه المدينة العريقة دي. من أبرز معالم مدينة مكناس هو سجن قارئ الغامض. إيه حكاية السجن ده؟ وإيه السر الغامض فيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. جاهزين؟ طب يلا بينا. سجن قارئ الغامض موجود جنب قصر الحاكم في حي حومة بمدينة القصبة الحمراء، وهو عبارة عن سجن أثري تم بناؤه أواخر القرن ال17 وبداية القرن ال18 على وجه التقريب. أمر ببناؤه السلطان العلوي المولى إسماعيل، ولحد دلوقتي هو مكان أثري بيجذب المهتمين بالأثار من كل بقاع الأرض. لكن الغريب فيه هو تصميمه اللي مش مفهوم، والقصص والأساطير المرعبة والمخيفة اللي اتحكت عنه من زمان ولحد دلوقتي. بيتكون سجن القارة من 3 قاعات ضخمة جداً على شكل متاهات. المتاهات دي فيها ممرات ومداخل على شكل أقواس، محدش يعرف عددها أو فكرة تصميمها أو مين اللي مصممها أصلاً، وده على حسب تصريحات وزارة الثقافة المغربية. والغريب في تصميمه إنه مبنى تحت الأرض بدون أبواب. السجن عبارة عن سراديب كان بيدخل فيها المساجين وبيتحدف لهم جواه الأكل والشرب، وبيفضلوا فيه إلى ما لا نهاية. اتبنى السجن على مساحة ضخمة بتقدر بعشرات الكيلومترات تقريبا، مفيش حد قدر إنه يكتشفه أو يحدد مساحته بشكل دقيق، وبيتقال إنه منتشر تحت مدينة مكناس بالكامل. وطبعا ممكن تتخيل حجم العقاب إنك تترمي جوه متاهة مظلمة بحجم مدينة كاملة. اتبنى سجن قارئ في الأصل عشان إخماد الثورات في المملكة المغربية واعتقال الثوريين فيه، وكمان عشان أسرى الحرب من البرتغاليين والأسبان والفرنسيين ومرتزقة شمال إيطاليا وقت الحروب اللي حصلت بين ثقافات جنوب وشمال الأبيض المتوسط. بدور روايات كتيرة حوالين السجن من زمان جدا، لكن الروايات دي كلها بتتفق على شيء واحد أساسي، وهو إن اللي بيدخل سجن قارئ من الصعب بل من المستحيل إنه يخرج منه. ومن ضمن الروايات اللي بتتقال عن سجن قارئ هو إن في فريق استكشاف فرنسي في التسعينيات قرروا إنهم يدخلوا السجن عشان يكتشفوه ويوثقوا الوضع جواه، وفعلا فريق الاستكشاف جهزوا كل لوازم الرحلة من أكل وشرب ومعدات استكشافية، وبالفعل وصلوا المغرب ونجحوا في دخول متاهة من متاهات السجن. ومن وقتها ولحد دلوقتي محدش يعرف هما فين، لأنهم ما خرجوش من وقتها من متاهة السجن. وبيقال عن الواقعة دي إنها أكبر دليل على إن سجن قارئ تذكرة واحدة بس، ذهاب بلا عودة. وطبعا في روايات تانية بتتكلم عن أسباب الاختفاءات اللي بتتم جوه السجن، ومنها مثلا إن في لعنة سودة موجودة جواه نتيجة عدد التعذيب الوحشي والقتل الكتير اللي حصل جواه. ورواية تانية بتقول إن تصميم السجن كان قايم على فكرة الدخول بلا خروج، أو إن السجن مثلاً تم بناؤه بواسطة أباطرة الجن والعالم السفلي. السلطات المغربية حالياً قفلت قاعتين من 3 قاعات اللي بيتكون منهم سجن قارئ، وسابت قاعة واحدة بس مفتوحة للسياح، مع التحذير على الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة اللي حطها السلطات المغربية، والزيارة بتكون في أماكن محددة مش في كامل مساحة السجن تجنباً لحدوث أي كارثة جديدة. ولحد دلوقتي بيفضل لغز سجن قارئ متعلق ومحدش قدر يفك شفراته من لحظة بنائه ولحد دلوقتي، ومن الممكن تكون ألغازه وأسراره اتفكت من زمن بعيد، لكن محدش عارف مين فكها ولا هو فين دلوقتي، وده بيخلي كل الاحتمالات واردة بخصوص سجن قارئ الغامض.